بوب البخاري رحمه الله فقال كتاب الإكراه، وذكر في جملة أبواب كتاب الإكراه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. واللفتة من ذكره رحمه الله لهذا الحديث تحت هذا الكتاب أو ضمن أبواب الإكراه هي يبين أن الإكراه حاصل بالقول والفعل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فمن كان عمله عملا كفريا ونيته ليس الكفر وإنما هو دفع الإكراه فيدخل ضمن هذا الحديث.